السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على خبر جديد من أخبار مصر، وهو بعد ارتفاع أسعار البنزين الصدمة اللي حصلت النهاردة. هل هترتفع أجرة المواصلات؟ هنعرف رد الحكومة، وهنعرف كمان الزيادة اللي حصلت في أسعار البنزين قد إيه. بس قبل ما نبدأ، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان توصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة. أول حاجة هنتعرف على قيمة الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، وكانت قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها، رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه في السوق المحلي، وده حصل اليوم الخميس. تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، والكلام ده كان في صباح اليوم 2 مارس، وأصبحت الأسعار الجديدة 8.75 جنيه ده لتر بنزين 80، بزيادة 75 قرش لللتر، و10.25 جنيه لتر بنزين 92، بزيادة جنيه لللتر، و11.5 جنيه لتر بنزين 95، طبعا بزيادة 75 قرش لللتر. بالنسبة لسعر السولار ما حصلش عليه أي تعديل. هنتكلم بقى على الجزء الثاني، هل بعد الزيادة اللي حصلت في أسعار البنزين هل ترتفع أجرة المواصلات؟ رد مصدر حكومي بخصوص الموضوع ده، وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه لا يوجد زيادة في تعريفة ركوب المواصلات بعد رفع أسعار البنزين اعتبارا من اليوم الخميس 2 مارس. وقال المصدر أن أسعار أجرة المواصلات كما هي دون زيادة ولم تتأثر برفع أسعار البنزين. أشار المصدر إلى أن أسعار أجرة المواصلات بتتأثر بأسعار السولار، يعني كل ما ارتفع سعر السولار كل ما ارتفعت أجرة المواصلات، لكن الزيادة لم تشمل أسعار السولار، وسعر السولار ثابت عند سعره 7.25 جنيه لللتر. وتابع كمان أن هيتم تكثيف حملات ورقابة وتفتيش على الأسواق من أجل ضبط محاولات استغلال الأمر وزيادة التعريفة على الركاب بأي شكل من الأشكال. يبقى احنا كده عرفنا في فيديو النهاردة زيادة أسعار البنزين وصلت لكام، وكل نوع من أنواع البنزين وصل كام، سواء 80، 92، 95. وكمان عرفنا الزيادة، هل هيحصل زيادة في أسعار المواصلات ولا لأ. لو في اي جديد هتعرفوه هنا في القناة، فما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديدة. ومع السلامة.